السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم سنة تانية عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير يا رب. معاكم يوسف محمد الفرقة الرابعة في أول محاضرات الباثولوجي في موديول الريبرودكتيف سيستم بعنوان A Disease of Prostate. إن شاء الله محاضرة سهلة ولذيذة وهنحبها مع بعض وهنستفاد منها على جميع المستويات، يعني المستوى العلمي مثلا في المحاضرة نفسها أو حتى في طريقة المذاكرة أو مدة المذاكرة إن شاء الله بعد الفيديو تكون قليلة ونقدر نسترجعها بسهولة. بس كفايه كلام كده بقى ونبدا في الفعل، ويلا بينا نصلي على النبي ونبدا ايه نبدا محاضرتنا. في اول حاجه كده ناخدها في المحاضره، يعني نعرف المحاضره دي بتتكلم على ايه. بروستات اورجن من الاورجنز اللي عندنا في الميل جينيتال سيستم. فالايتمز بتاعتنا ايه؟ اول حاجه مثلا اي اورجن ممكن يحصل فيه انفلاميشن فيبقى البروستاتايتس، ماشي. تاني حاجة مرض تضخم البروستاتا من أشهر الأمراض الموجودة في مثلا في الرجال اللي هم أكتر من 60 سنة، وديت أكتر حاجة يعني كلينيكال مرتبطة بالمحاضرة بتاعتنا. تالت حاجة اللي هي البروستاتيك انترابيسيليا نيوبليزيا اللي هو مرض، ولكن المرض ده بيبقى بري كانسرس، ماشي. نيوبليزيا ولكن نيو بري كانسرس يعني المرض اللي هيؤدي إلى الكانسر اللي في النهاية اللي هو الكارسينوم اوف مين اوف ذا بروستات. تمام. فاول حاجه هناخدها قبل ما نبدا في كده في المحاضره، يعني هناخد الاناتومي والهيستولوجي وشويه نبذات مختصره كده عن البروستات، يعني لان انا ما اعرفش انتوا خدتوها في الموديول ولا لا. فعندنا البروستات بيبقى فيها بيز وعندنا ايبكس، البيز بتاع فوق والايبكس بتاع تحت، ماشي. البيز بتبقى ريليتد للنك بتاعت البلادر، والفتحه بتاعت البروستاتيك يوريثرا بتبقى جايه من فوق، وعندنا في كمان الاجاكولات ريدكت اللي بتبقى ماشيه في البروستات اللي جاي من البوستيريور بوردر عند الابر ايه عند الابر بوردر بتاعته. ما احنا دلوقتي عرفنا اللي ماشي جواها حاجتين اتنين، الاجاكولات ريدكت ماشي اللي جايه من البوستيريور بوردر عند البوستيريور سيرفيس عند الابر بوردر بتاعه، وكمان البروستاتيك مين البروستاتيك يوريثرا. تمام. عندنا مثلا قدام بيبقى فيه سيمفيس بيوبس، ورا بيبقى الريكتم، فوق بيبقى البلادر، وبس كده. وبقى تحت طالع منها مين اليوريثرا. تمام. تاني حاجة معانا استحمل تاني حاجة وهي ايه اللوبس، عشان برضه هنحتاجها في قدام في المحاضرة بتاعتنا يعني. فعندنا مثلا بيبقى فيه الانتيريور لوب، بوستيريور لوب، وبقى في النص حاجة اسمها ميديان لوب، على جنبين بيبقى فيه اللاترال لوب. تمام. طيب كهيستولوجي عندنا بروستا كعضو مكون من حاجتين اتنين، ستروما عباره عن كونكتيف تيشو، وجلاندات. الجلاندات تبقى فيها كولامنر ابيثيليا مسؤوله عن السكريشن اللي هي اسمها كربورا اميليش، مسؤوله عن تغذيه مين الحيوانات المنويه بتاعتنا اللي هي السيمن. تمام. طيب اول موضوع معانا ايه بقى؟ احنا كده خلاص خلصنا النبذه اللي احنا عايزينها وخلصنا الحاجات اللي احنا هنحتاجها قدام في المحاضره. هبدا بقى اتكلم على المواضيع الاساسيه في المحاضره بتاعتي اللي هي الانفلاميشن بروستاتايتس. يعني ايه بروستاتايتس؟ انفلاميشن في البروستات، بس كلام بديهي والله العظيم ما قايل اكتر من كده. انفلاميشن اوف ذا بروستات جلاند. تمام. انواع انفلاميشن ايه عندنا؟ يا اما اكيوت يا اما ايه؟ يا اما كرونيك. طيب ادي يا سيدي الانواع بتاعتنا، يا اما اكيوت يا اما كرونيك. الكرونيك ده يا اما مثلا بكتيريال يا اما نون بكتيريال. تمام. بكتيريال لعضو معين يعني مثلا زي التي بي او اي حاجه ثانيه، يبقى ده ايه؟ ده الايه؟ ده الكرونيك، ولكن بكتيريال على سنين طويله يعني. تمام. نون بكتيريال، النون بكتيريال بقى ايه؟ ما بيبقاش فيه اورجان معين. تمام. يبقى تاني الاكيوت بروستاتايتس في خلال 6 شهور، اكتر من 6 شهور يبقى ايه؟ يبقى كرونيك بروستاتايتس. الكرونيك ده يا اما بكتيريال لاورجانيزم معين يا اما ايه؟ يا اما نون بكتيريال. تمام. فاحنا هنبدا نفصص الاكيوت بروستاتايتس والكرونيك بروستاتايتس. طيب ايه تعريف الاكيوت؟ هيبقى انفلاميشن عادي ولكن المده بتاعته بتبقى قليله، اقل من 6 شهور. الانفلاميشن دوت يا اما في حته معينه او جزء يعني من البروستات يبقى لوكالايزد، يا اما منتشر في البروستات كلها يبقى ايه؟ يبقى ديفيوز. تمام. فاحنا دلوقتي عندنا تعريف الاكيوت بروستاتيس ايه؟ اكيوت سابيوراتيف انفلاميشن للبروستاتيك جلاند، يا اما لوكالايزد يا اما مين؟ يا اما ديفيوز. لوكالايزد يبقى ايه؟ يبقى فوكال، هي يعني. تمام. يبقى دلوقتي تاني اول تعريف عندنا ايه؟ الاكيوت بروستاتيتس سابيوراتيف انفلاميشن في البروستاتيك جلاند، يا اما لوكالايزد يبقى فوكال، يا اما منتشر يبقى ايه؟ يبقى ديفيوز. طيب ايه الاسباب؟ عايزين نعرف الاورجانيزم اللي بيعمل اكيوت انفلاميشن، ماشي، وجايه منين؟ الانفلاميشن ده يا اما جاي من اورجانيزم معين داخل على الاورجان ده لوحده، يا اما جايه من حته ثانيه. تمام؟ من الحاجات اللي جنبها مثلا يعني. فدلوقتي عندنا اول حاجه بقى هنبدا نحفظ مع بعض كده. البروستات بتبقى مرتبطه بفوقيها باليورينري بلادر، فهي دلوقتي لها علاقه او ريليشن مع اليورينري تراكت. تمام؟ اليورين مين؟ اليورينري تراكت. طيب
فالحاجات اللي تعمل يورين تراكت انفكشن تقدر تعمل انفلاميشن في الايه في البروستا، تمام. طيب ايه اهم اورجانيزمات بتعمل انفكشن في اليورين تراكت؟ هما حاجتين اتنين، الاوكولاي والجونوكوكاي، دول اهم اتنين. عايز تحط بقى معاهم الاستاف والستريبت والجرام نيجاتيف براحتك، ولكن اهم حاجتين اتنين عندنا في اليورين تراكت انفكشن هما الايكولاي والجونوكوكاي، تمام. تمام، يا اما الانفلاميشن دوت جاي من الحاجات اللي حواليا. فايه الحاجات اللي حواليا؟ اليوريثرا، وقلنا اليورين البيضاء الفوقيه، تمام. اليوريثرا ماشيه في الايه؟ ماشيه في البروستا، يبقى ده اسمه دايركت سبريد. يا اما من الليمف نود اللي جنبيه، يبقى ليمفاتيك سبريد. يا اما جايه من البلاد، مثلا في انفلاميشن في منطقه معينه واتنقل عن طريق الايه؟ البلاد، يبقى بلاد سبريد فروم ديستانت فوكس، تمام. تمام، ده يبقى اسمه ايه؟ اكيوت بروستاتيس. الاسباب بتاعته الاورجانيزم، يا اما ايكولاي جونوكوكاي اللي بيعملوا يورين تراكت انفكشن، يا اما من الحاجات اللي جنبي زي ايه؟ اليوريثرا واليورينري بلادر اللي فوقيه، يا اما من الليمف نود اللي جنبيه يبقى ليمفاتيك سبريد، يا اما من البلاد من ديستانت ايه؟ من ديستانت فوكس. طيب برضو عن طريق دراستنا في الباثولوجي بقى لنا سنه ونص اهو، بناخد في الاكيوت. في الاكيوت، الاكيوت ده بيبقى لو جينا اتكلمنا في مورفولوجي بتاعه اللي هو الجروس والميكروسكوب، لو جينا اتكلمنا في جروس بيبقى ايه؟ سويلنج واديما، سويلنج يومين واديما. طيب ونعرف الخليه المميزه اللي موجوده في الانفلاميشن دوت، وهي غالبا غالبا بتبقى في الاكيوت بتبقى النيوتروفيل، تمام. تمام، فدي بقى ناخد المورفولوجي بتاعنا ايه؟ قال لك جروسلي الجلاندز بتاعتنا بتبقى انلارجد واديما، انلارجد واديما اكيوت انفلاميشن، تمام. قد يحدث يكون في ايه؟ ابسس فورميشن. ابسس مين؟ ابسس فورميشن. طب مايكروسكوبك، لو جينا شفنا تحت الميكروسكوب هنلاقي نفس الكلام، اديما كونجيشن للستروما، وقلت لك ان بيبقى في خلايا مميزه للاكيوت انفلاميشن بتاعنا بيبقى نوتروفيليك انفلتريشن، وكمان بقى في مين؟ نيكروزس والابسس اللي احنا اتكلمنا عليه، تمام. يبقى دلوقتي عندنا كام حاجه؟ ثلاث حاجات، اللارجد واديماتوس والابسس، اللارجد واديماتوس ومين؟ والابسس. طيب مين الخليه المميزه؟ نيوتروفيليك انفلتريشن. كده خلصت جروس ومايكروسكوبك، هما نفس الكلام، اربع كلمات بالظبط، اللارجد واديماتوس وابسس فورميشن. طب ايه هي الخلايا؟ نيوتروفيليك انفلتريشن، تمام. تمام، نتكلم بعدها في الكورونيك بروستاتايتس. ايه هو تعريف الكورونيك بروستاتايتس؟ هو كورونيك انفلاميشن في البروستات جلاند لمده اكتر من 6 شهور، تمام. تمام، ادي يا سيدي الايه التعريف بتاعنا، كورونيك انفلاميشن في البروستات جلاند، ما فيش اكتر من كده. بعد كده قال لك الكوزز بتاعته، قال لك يا اما كان اكيوت وقلب بكرونيك، وده يديني النوع الاولاني اللي هو النون سبيسيفيك، كان اكيوت بروستاتايتس وتحول الى كرونيك بروستاتايتس، يبقى دوت النون سبيسيفيك كرونيك بروستاتايتس، كان اكيوت وما اتعالجش فتحول الى التهاب مزمن في البروستاتا. تاني حاجه كان النوع السبيسيفيك التي بي والبلهارزيزس، التي بي والبلهارزيزس بيقعدوا على مدار سنين طويله، يبقى ده اما بيجي بيبدا كرونيك على طول. طب عندنا بعد كده عندنا المورفولوجي، المورفولوجي عندنا في الكرونيك بروستاتايتس بقى في ترياد اللي هو الثلاث خلايا الاهم والاشهر في الكرونيك عامه، والكرونيك بروستاتيس اللي احنا بنتكلم عليها خاصه دلوقتي. ما ينفعش تقول كرونيك من غير ما تقول الخليه الليمفوسايت، ماشي. تمام، ولكن احنا عندنا في الكرونيك بروستاتيس مميز ليها ثلاث خلايا، ترياد ليمفوسايت وبلازما سيل ونيوتروفيل، تمام. بيقول لك ان بي ايه بقى؟ ان احنا اصلا عندنا ليمفويد او ليمفوسايت في البروستاتا نورمالي، ماشي. فانت ما ينفعش تعتمد في تخصصك في الكورونيك بروستاتايتس، تقدر ما تقدرش تقول ان ديت كورونيك بروستاتايتس اعتمادا على وجود الليمفوسايت بس، لازم يكون موجود معاها ثلاث خلايا اللي هم الليمفوسايت والبلازما سيل والنيوتروفيل. ويبقى انا كده خلصت اول ثلاث اوجه مقارنه كده بين الاكيوت بروستاتايتس والكورونيك بروستاتايتس. فاضل لي ايه؟ فاضل لي اثنين اللي هو الكلينيكال بيكتشر، وايه وهناخد بقى نبذه عن البروجنوزس والدياجنوزس. فبيقول لك ان الكلينيكال بيكتشر، لو جينا اتكلمنا الكلينيكال بيكتشر اكيوت بروستاتايتس ايه؟ اكيوت يبقى دلوقتي ده انفكشن انفلاميشن، الراجل ده جاي لك بفيفر وتشيلز، اللي هو فيفر اللي هو ارتفاع درجه حراره ورعشه، تمام؟ اللي هو فيفر ارتفاع درجه حراره وارتعاش اللي هو مين؟ التشيلز. بعد كده عندنا بين، البين بقى كتير، هنبدا نفصصه ونتكلم على ايه؟ على البين ده حكايه، ماشي. عندنا بين اثناء اليورينيشن يبقى اسمه ديسيوريا، عندنا بين عند الريكتال اكزامينيشن اسمه بوجي بين. البوجي بين ده تلاقي الراجل هو بيعمل الريكتال اكزامينيشن هنا كده، تلاقي الراجل اتنفض مره واحده. ليه؟ لان الوجع بيبقى فظيع، بيبقى بينفول، بيبقى بوجي سنسيشن.
الاحساس لما تيجي تعمل ريكتال اكزامينيشن بتلاقي البروستات في البوجي ده ايه، بتلاقيها اسبونجي، اسبونجي او فيرم في الكونسيستنسي. تمام. بالنسبه بيقول لك اهو تندر سويلنج، هتلاقي الراجل ايه قام اتنفض مره واحده. تمام. يبقى دوت ايه، ده اول حاجتين، فيفر وتشيلز، وبين اللي هو اثناء اليورينيشن يبقى ديسوريا، او بين اثناء الريكتال اكزامينيشن يبقى بوجي ايه، بوجي سنسيشن وتندر سويلنج. طيب عندنا بين كمان اللي هو بيبقى تحت، بيبقى برينيال او ورا، يبقى لو باك بين. البين بتاع البروستاتيك انفلاميشن بيرد فين؟ بيرد ورا، يبقى لو باك بين وبرينيال مين؟ وبرينيال بين. طيب الانفكشن دوت ممكن ينتشر في الحاجات اللي حواليا، زي مثلا يعمل لك انفكشن في البلادر يبقى مين؟ يبقى سيستايتس. يعمل لك انفكشن في اليوريثرا يبقى مين؟ يبقى يوريثرايتس. طب لما بيأثر على اليورين تراكت يعمل لك ايه؟ يعمل لك فريكونسي، اللي هو يخش الحمام كتير. بين اند افتر، بين افتر ايجاكيوليشن، اثناء الايجاكيوليشن يعمل له بين. يبقى انا دلوقتي اتكلمت على ايه؟ اتكلمت على فيفر وتشيلز وبين، فيفر وتشيلز ومين وبين، البين اثناء الايجاكيوليشن واثناء ايه؟ اثناء الديسيوريا، البين اثناء الريكتال اكزامينيشن يبقى اسمه بوكي سنسيشن وتندر سويلينج، البين لما بيراديت بتاع البروستاتا بيراديت ورا يبقى لوك باك بين، وتحت يبقى برينيال. الانفكشن ممكن ينتشر جنبيه سيستايتس ويوريثرايتس، لو هو في البلادر، لو هو في اليوريثرا، ما دام اثر على اليورين تراكت يعمل له حاجتين، فريكونسي يخش حمام كتير، وانجنسي بيبقى ايه مره واحده واحده يعني. وقلنا البين طبعا ايه، اثناء اليورينيشن واثناء مين؟ واثناء الايجاكيوليشن. تمام. هناخد بقى دلوقتي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الكورونيك بروستاتايتس. طب الكورونيك بروستاتايتس ده يجي لك بفيفر وتشيلز وكده؟ لا، الفيفر وتشيلز بتيجي في الاكيوت بس، اما الكورونيك لا، ده بيجي من غير اعراض، ماشي؟ بيجي ايه؟ بيجي اسيمتوماتيك. تمام. بيجي يقول لك انا كان عندي لو باك بين، وعندي برينيال ديسكومفورت من فتره، وكان عندي اكيوت بروستاتيس وايه، بس انا ما اتعالجتش منها كويس. يبقى اعرف ان الراجل ده كان اكيوت وقلب بمين؟ وقلب بكرونيك. فهو دلوقتي اسوشيت ويز هيستوري اوف اكيوت مين؟ اكيوت اتاك اوف يورين تراكت. طيب البين هيجي له فين؟ البين يجي له برضه لو باك بين يراديت لورا، والبرينيال وسوبرا بيوبيك برضه ديسيوري، هو نفس الكلام، ولكن احنا نعرف بس ان هو ايه مختلف عنه في ايه؟ في ان هو مش بيبقى عليه اعراض، يبقى اسيمتوماتيك، وكمان بيبقى كان عنده ايه، اكيوت اتاك يورين تراكت انفكشن، وجاله اكيوت اتاك للبروستات قبل كده، وقلبت معاه بمين؟ قلبت معاه بالكرونيك. طيب قال لك لما يجي البروجنوز بتاعه، لما يجي هيلينج، طبعا الهيلينج عندنا بقى ايه، فايبرس تيشو، ماشي، فايبرس تيشو ايه، وكالسيفيكيشن، او ان الاكيوت يقلب بايه، يقلب بكرونيك. طيب عندنا الدياجنوزس، الدياجنوز بناخد عينه من البروستات، بنعمل تدليك للبروستات وبناخد عينه يعني بطريقه معينه. طب لما بنيجي نفحصها هنلاقي ان الكرونيك بروستاتيس بقى فيها الثلاث حاجات، اللي هم الترايد بتاع الليمفوسايت والبلازما سيل والايه، والليمفوسايت وبلازما سيل والليوكوسايت، بوزيتيف ليوكوسايت. اما الثانيه اللي هو الاكيوت، الاكيوت يقول لك ان هو موجود في ايه، الاكيوت بيبقى موجود فيه الباس سيل والنيوتروفيل والنيكروزس والابسس. تمام، زي ما قلنا في الايه، في السلايد اللي فات. تمام، وبنزرعها على مزرعه عشان نعرف ايه نوع البكتيريا اللي عامله البتاع ده، عشان احدد الايه، احدد الانتيبيوتيك اللي هنستخدمه في الايه، في العلاج. تمام. يبقى انا كده خلصت اول موضوع معايا، وهو ايه، الانفلاميشن اوف البروستات. تمام. لو جينا نجمعه تاني كده مع بعض سريعا سريعا خالص كده، فاحنا قلنا اول حاجه التعريف بتاعنا اللي هو بروستاتيتس، يبقى انفلاميشن ايه، اوف البروستات الجلاند. تمام، طيب انواعه ايه؟ قلنا انواع اكيوت وكرونيك، وبدانا ايه، وبدانا نتكلم عليهم. الاكيوت اللي هو اكيوت سيبيرتيف انفلاميشن، اللي اما لوكالايزد، اما مين، يا اما ديفيوز. اسبابه ايه؟ قال لك اسبابه اما متعلقه باليورين تراكت انفكشن زي الايكولاي والجونوكوكاي والاستاف والستريبت، يا اما جاي من ايه، من الحاجات اللي حواليه زي اليوريثرا وزي اليورين بلادر، او مثلا جاي من الليمف نود اللي حواليه يبقى الليمفاتيك سبريد، او جاي مثلا من ديستانت فوكس انفلاميشن في اي حته في الجسم، جت عن طريق بلاد يبقى بلاد سبريد. بعد كده اتكلمنا في المورفولوجي بتاع الاكيوت، وقلنا ان هو بيبقى حوالي اربع خمس كلمات، ايه هم؟ قلنا اديما وسويلنج، ماشي، يبقى اللارجد واديماتس، ماشي، معاها ابسس ومعاها ايه، ومعاها نيكروزس. جينا اتكلمنا في مايكروسكوبك نفس الكلام، اديما وكونجيشن ومين، ونيكروزس، ومعاها الخليه المميزه اللي هي ايه، النيتروفيليك انفلتريشن والايه، والباس. لو جينا اتكلمنا في الكرونيك بروستاتيس، قلنا هو كرونيك انفلاميشن للبروستات، وقلنا اسبابه ان هو كان اكيوت وقلب بكرونيك، يبقى نون سبيسيفيك كرونيك بروستاتيس، او ان هو كان بدا بكرونيك اصلا، اللي هو الاورجانيزم اللي هو التي بي والبلاريزيز اللي بيقعد سنين على ما يظهر. تمام. المورفولوجي بتاع الكرونيك بروستاتيس، وقلنا ان هو بيبقى فيه تراياد، اللي هو الليمفوسايت والبلازما سيل والنيوتروفيل، وقلنا ان هو لو موجود ليمفوسايت بس في البروستات ما اقدرش اقول انها كرونيك بروستاتيتس،
لانها بتبقى موجوده نورمالي، لازم اعتمد على الترقيب بتاعي اللي هو الليمفوسايت والبلازما سيل وايه والنيتروفيل. جيت اتكلمت بعد كده كلينيكال بيكتشر، قلت له ان الاكيوت بيجيب فيفر وتشيلز وبين، وبعدها فصص البين. البين قال لك ده اما بين اثناء اليورينيشن يبقى ديسيوريا، او بين اثناء الايجاكيوليشن يبقى بين افتر ايجاكيوليشن، تمام. وقلنا ان البين اثناء الريكتال اكزامينشن اللي هو اسمه بوجي، اللي هو البين فول سنسيشن والتندر سويلنج. قلنا ان البين بيراديت للباك يبقى لو باك بين وبرينيال، او ينتشر الانفكشن للحاجات اللي حواليا، فيجي في اليورينري بلادر يبقى اسمه سيستايتس، او يجي في اليوريثرا يبقى اسمه يوريثرايتس، تمام. بعد كده قلنا الكورونيك بلوستايتس، قلنا يا اما بقى فرق عن الاكيوت ايه ان هو اسيمتوماتيك وكان عنده هيستوري الاكيوت ايه اتاك للرين تراكت والايه والبروستات، كان فيها انفكشن قبل كده. البين بيبقى نفس الكلام في اللو باك بين والبرنيه ديسكومفورت، والديسيوريا نفس الكلام. البروجنوز قال لك بيهيل ايه، بيهيل بفايبروزس او يقلب كرونيك، تمام. طب الكرونيك بروستاتيتس قلنا الدياجنوز بتاعنا بناخد عينه ونلاقي بقى ايه في الـ في الايه في البوزيتيف ليوكوسايت والبلازما سيل والليمفوسايت عشان نشخص الكرونيك بروستاتيتس، ونلاقي النيوتروفيل والنيكروزس والحاجات ديت والباص سيل عشان نشخص مين الاكيوت بروستاتيتس، وبنعمل المزرعه عشان نشوف البكتيريا اللي عامله لي الانفكشن دوت عشان اقدر احدد الانتيبيوتيك الخاص ايه بيها واقدر اعالج الانفلاميشن دوت، تمام. بعد كده هنيجي في المرض الاهم في المحاضره، وهو مرض التضخم البروستاتا اللي هو بروستاتيك هايبر بليزيا، المعروف بمرض البي اتش بي، تمام. فناخد اول حاجه في مرض التضخم البروستاتا ده اللي هو التعريف بتاعه. تضخم البروستاتا يعني هايبر بليزيا، هنلاقي بروستاتا مكونه من ايه، من حاجتين اتنين، جلاند وستروم. الجلاند مين يبقى ايه، عندنا جلاندولار وسترومال هايبر بليزيا، تمام. الخلايا كبرت، حصل لها ايه، هايبر بليزيا، بس لا حصل لها ديسبليزيا ولا حصل لها ميتابليزيا ولا حصل لها اي حاجه، هي كبرت فقط، ماشي، تراكم فيها الفلويد، تمام. احنا قلنا الفلويد اللي عندنا ايه، كوربورا اميليشيا المسؤول عن تغذيه مين، السيمي، تمام. يبقى دلوقتي عندنا التعريف بتاعنا بتاع تضخم البروستاتا، هو انلارجمنت بروستات الجلاند بسبب تضخم ايه، الجلاند والستروم، تمام. البروستاتا على بعضها اسمها بروستات الجلاند، مكونه من جلاند وستروم، حصل فيها ايه، هايبر بليزيا، تمام. بيقول لك اتكونت فبقت في شكل مين، نوديولز، بقت لايه، لارج نوديول. هو اصلا بيقول لك ان المرض ده كان زمان اصلا كان اسمه من زمان يعني نوديولار بروستاتيك هايبربليزي، اكتب كده جنبه نوديولار بروستاتيك هايبربليزي، هو هو الصناي بروستاتيك هايبربليزي، تمام. فهي دلوقتي بقت في شكل مين، في شكل نوديولز. طب بتيجي فين، قال لك، او في انهي منطقه يعني في البروستات، قال لك حوالين اليوريثرا، فهي بري يوريثرا ريجن، فلما هي تضغط على اليوريثرا يحصل ايه، يحصل اوبستراكشن في اليوريثرا، الحاجات لما بتكبر تضغط على الايه، على اليوريثرا، فايه تضيق، تمام، ممكن تعمل ايه، اوبستراكشن، تمام. فيؤدي الى ان الاعراض اللي تظهر بتاعت اليوريثرا بسبب تضخم مين، بسبب تضخم الخلايا اللي موجوده حوالين مين، حوالين اليوريثرا، تمام، تؤدي الى الاوبستراكشن بتاع مين، اليوريثرا، وتؤدي الى ظهور الكلينيكال سيمتوم بتاع البروستاتيك هايبر بليزي، تمام. يبقى ده تاني التعريف بتاعنا، السنه البروستاتيك هايبر بليزي كده كلمه كلمه، قال لك ان هو انلارجمنت للبروستاتيك جلاند بسبب ان الجلاند والاستروما حصل لها هايبر بليزيا، فين، في البري يوريثرال ريجون، فضغطت على الحاجات اللي حواليها في شكل ايه، في شكل نوديول، كان اسمها نوديولار، نوديولار بروستاتيك هايبر بليزيا، عملت ايه، عملت اوبستراكشن، وعملت كلينيكال سيمتوم بتاعت مين، بتاعت اليوريثرال ايه، اوبستراكشن، تمام. بعد كده الانسيدنس طبعا بقى ايه، واهم حاجه بقى يا جدعان، اهم حاجه بقى في السلام بروستاتيك هايبر بليزيا، الانسيدنس بتاعها في الميلز ولا في الفيميلز اكتر، ها، في الميلز طبعا، يعني السيناريو بروستاتيك هايبر بليزيا هتيجي فين؟ هتيجي في الميلز، الله اكبر، يعني اللهم احفظنا. فبيقول لك مع تقدم العمر في الناس الكبيره، فيعني كل ما السن بيكبر فكل ما النسبه ايه؟ كل ما النسبه تزيد، ماشي؟ فطبعا بيقول لك طبعا يعني عند سن 30 سنه بيبقى وزنها، وزن البروستاتا حوالي 20 جرام، تمام؟ هو مش متاكد من البتاع، استنى هروح اتاكد واجي يعني. دلوقتي انا رحت اتاكدت وجيت، وقال لك ان هي فعلا وزنها ايه، وزنها عند سن 30 سنه بيبقى 20 جرام. بعد كده بيقول لك ان البروستاتا تفضل تكبر عادي، ولكن الاعراض ما بتظهرش، الاعراض ايه، الاعراض ما بتظهرش، بتظهر بقى في ايه، في 70% من الناس عند سن اكتر من 60 سنه، و20% من الميلز اكتر من 40 ايه، اكتر من 40 سنه. يبقى دلوقتي هو مع تقدم العمر البروستاتا ايه، بتكبر، ولكن في ناس بتظهر عندها الاعراض، فيبقى ايه، صناعه البروستاتا كابابيليزي، في ناس ما بتظهرش عندها الاعراض، فدول خلاص ما ظهرش عليهم، تمام. كام في الميه بقى، قال لك 20% اكتر من 40 سنه، و70% اكتر من كام، من 60 سنه، تمام. بعد كده هناخد الايه، الكوزز،
مع تقدم العمر ايه اللي بيزيد وايه اللي بيقل، تمام؟ ايه الهرمونات اللي بتزيد وايه الهرمونات اللي بتقل؟ عندنا اتنين بيزيدوا اللي هو الاندروجين مع تقدم العمر بيقل، تمام؟ عندنا بقى اتنين بيزيدوا اللي هو الاستروجين ومين؟ والدي اتش تي، دول المسؤولين عن البروستاتيك هايبربليزي، تمام؟ تمام. يبقى دلوقتي عندي انكريز الاستروجين مع تقدم العمر، الاستروجين هو اللي بيزيد والاندروجين بيقل، ومع زياده الاستروجين بيزيد حاجه اسمها الداي هيدروتستومين، داي هيدروتستوستيرون، تمام؟ تمام. طب لو جينا شفنا الجروس والميكروسكوبيك بتاع مين؟ بتاع السنايل بروستاتيك هايبر بليزي. احنا قلنا دلوقتي ان البروستاتا متضخمه، متضخمه، فدلوقتي الحجم بتاعها السايز بتاعها يبقى اللارج جلاند. طب اي انهي جزء فيهم اللي هيكبر؟ قلنا ان الجزء اللي هيبقى بريوريسرال ريجون. طب البريوريسرال ريجون دي في انهي لوب؟ قلنا بلك انها بتبقى موجوده في الميدل لوب. طيب الميدل لوب ده حاجه اساسيه، ممكن ياخد اي لوبس ثانيه معاه، ولكن الميدل هو الايه؟ هو الاساس. يبقى تاني لو جالك في الاي ام سي كيو قال لك اللوب اللي بيكبر في البروستاتيك هايبربليزيا هو الميدل لوب، لان احنا دلوقتي بعدها بعد شويه كده هنيجي ناخد الكارسينوما، الكارسينوما بتاعت البروست برضه هنعرف اللوب بتاعها. وكمان انا بقول لك اهو من دلوقتي ان الكارسينوما بتاعت البروستاتا هيجي السؤال بتاعها انهي لوب فيهم اللي بيكبر، فهنيجي هنقولها بس لما نيجي اما نجي لها يعني. يبقى تاني احنا دلوقتي خدنا البروستاتا في البروستاتيك هايبربليزيا بيبقى اللارج جلاند انهي لوب؟ الميدل لوب. ممكن ياخد معاه لوبس ثانيه؟ اه اللاترال. ايه اللاترال لوبس؟ تمام. ولكن الاساس بتاعها منين؟ الاساس بتاعه هو الميدل لو، تمام. طب لو جينا شفنا الاوتر سيرفيس بتاعه، مش احنا قلنا بيبقى نودولار؟ تمام. لو جالك برضه في الام سي كيو سموس ولا هو مكتوب سموس ونودولار، هو لو جالك في الام سي كيو نودولار ولا سموس اختار ايه؟ نودولار، تمام. ليه؟ لان احنا قلنا اصلا ان هو زمان كان متسمي نودولار بروستاتيك هايبربليزيا، تمام. فهو الاوتر سيرفيس بيبقى عباره عن ايه؟ عن نوديوز. طيب بيقول لك ان المنطقه المتضخمه دي بتبقى ضاغطه على التيشو الثاني بتاع البروستاتيك اللي هو مش متضخم، ماشي، فيظهر كانه كبسول ولكنه مش كبسول، فيبقى اسمه ايه؟ اسمه فولس كبسول. هو مضغوط عليه فظهر انه كبسول ولكن هو مش كبسول، فاسمه ايه؟ فولس كبسول، تمام. جينا خدنا كات سيكشن، الكات سيكشن متميز بثلاث حاجات. ايه هو بقى ثلاث حاجات؟ كده كده انت عارف ان هو نوديولز، فبالتالي لو جينا شفنا في الكات سيكشن هلاقي نوديولز، النوديولز دي مختلفه في الحجم، فيريبل سايز، كلام عبيط ماشي ملوش لازمه اللي هو فيريبل سايز ده، تمام. تاني حاجه حاجتين اتنين بقى بسبب تراكم السكريشن، السكريشن تعمل لك حاجتين اتنين، سبونجي، سبونجي ومين؟ سبونجي وبلج. سبونج مين؟ بلج من البلجنج، وايه؟ وسبونجي، سبونجي في الـ في الـ في ايه؟ في الكونسيستنسي يعني، تمام. اللون بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى براون شيلو اند رابري بسبب ايه؟ ان هو جلاندس وكده يعني، تمام. يبقى ده ان الجروس ايه؟ قال لك انها زادت في الحجم. انهي لوب؟ قال لك الميدل لوب، الريست بتاع البروستاتيك تيشو ظهر كانه فولس كبسول، الاوتر سيرفيس بتاعنا بقى نودولر، الكات سيكشن لقينا بلج ولقينا سبونج نوديولز مختلفه في الحجم، ولقينا ان الجلاندس لما بتكبر بيبقى لونها براونش يلو اند ايه؟ اند رابري كلر، تمام. يبقى ده كان الجروس لي بتاع مين؟ بتاع البلاين بروستاتيك ايه؟ هايبر بليزيا. اما مايكروسكوبك بقى قال لك ان النوديولز بتبقى مكونه من حاجتين اتنين، اللي بيكبر قلت لك حاجتين اتنين، جلاند ومين؟ جلاند وستروما، فيبقى بروليفريتنج جلاند وفايبر ماسكولا ستروما برضو ايه؟ بروليفريتنج، الاثنين ايه؟ الاثنين زادوا يعني. فهنتكلم على الجلاند وهنتكلم على مين؟ وهنتكلم على الاستروما، تمام؟ تمام. قال لك ان الجلاند بتبقى مختلفه في الحجم، فاريبل في السايز، كلام عبيط، تمام؟ تمام. تاني حاجه هنتكلم على اللايننج بتاعها، قال لك ان اللايننج بتاعها حاجتين اتنين، اللي هو الكولمنر ايبيثيليوم بيبقى انر كولمنر، ماشي، انر كولمنر، معرفش الصوره واضحه ولا لا، ولكن هو الانر بيبقى كولمنر، واللي بره بيبقى ايه؟ بيبقى فلاتند ايبيثيليوم، بيبقى فلاتند ديت، فلاتند اهي ديت خلايا فلاتن، واللي ايه؟ واللي جوه ديت باينه انها كولمنر، معرفش بقى الخلايا التانيه اللي هي جوه ديت باينه انها فلاتند ولا لا، ولكن ده النورمال بتاعها، وحصل لها فقط هايبر بليزيا، تمام؟ ما حصلهاش لا ميتا بليزيا ولا ديس بليزيا، عشان كده هنيجي نتكلم بعدين هنقول لك ان تضخم البروستاتا حميد بناين، اسمه كده تضخم البروستاتا الحميد، تمام؟ بناين بروستاتيك هايبر بليزيا. فهو ايه؟ مش بري كانسرس، تمام، نوت بري كانسرس، تمام، عشان اللايننج بتاعنا هو نفس اللايننج بتاع العادي يعني، اللي هو كولمنر جوه وبره بيبقى ايه؟ فلاتن. يبقى دلوقتي عندنا انر كولمنر، ماشي، وايه؟ وفلاتن. قال لك ان جوه ممكن يعمل ايه؟ بابيلاري بروجيكشن، ده اسمه ايه؟ بابيلاري ايه؟ بابيلاري بروجيكشن. يبقى تاني احنا الصوره قالت لك ايه؟ الصوره قالت لك ان هو في جلاندس ولكن مختلف في الحجم، تمام؟ تمام. اللايننج بتاعنا ايه؟ قال لك انر كولمنر، الكولمنر بيبقى جوه وبره بيبقى فلاتند، مين؟ فلاتند ايبيثيلي. بيعمل كمان حاجه اسمها ايه؟ بابيلاري بروجيكشن. طيب قال لك ان اليوم من جوه بيبقى في حاجه اسمها السكريشن بتاعنا اللي هو الكربوره اميليشي، دي اسمها ايه؟ كربوره اميليشي، شكل الايه؟ شكل الكوره، تمام. تمام، يبقى كربوره اميليشي. بعد كده نبدا نتكلم على ايه؟ على الاستروم، الاستروم تبقى هايبر بلاستيك وبقى بروليفريتد، بيبقى فيها خلايا اسمها الليمفوسايت، بيبقى مين؟ الايه؟ الليمفوسايت.
قال لك قد يحدث فيها نكروزس وسكوما سميتا بليزيا، ولكن ده ايه بيحصل في اللارج ايه في اللارج بروستات بس، في اللارج ايه في اللارج بروستات بس. يبقى احنا دلوقتي عندنا في الميكروسكوبيك قال لك مين اللي بيزيد، قال لك جلاند وستروم. جلاند ومين؟ جلاند وستروم. طب الجلاند بيظهر فيها ايه؟ بيظهر فيها حاجتين اتنين، قال لك انر كولامنر واوتر مين واوتر فلاتن. انر كولامنر واوتر مين فلاتن. السكريشن بتبقى جوه ايه؟ السكريشن بتاعتنا اللي هي الكربوره اميليش في شكل ايه؟ في شكل الكور. طيب الهايبر بلاستيك، الهايبر بلاستيك ستروما بيظهر فيها الليمفوسايت ماشي، وممكن يحصل فيها سكويماس ميتابليزيا وكمان ايه الانفاركشن. تمام. وده في اللارج ايه؟ في اللارج بروستات فقط. يبقى ده احنا خدنا ايه؟ خدنا الجروس والميكروسكوب بتاع البناين بروستاتيك هايبربليزيا، وهنبقى نقوله كمان مره في مريجن هيد يعني. طب الافكتس بتاعت البناين بروستاتيك هايبربليزيا يعني لما بتتضخم البروستات وتضغط على الحاجات الايه اللي حواليها، ايه التاثيرات بتاعتها؟ يقول لك اول حاجه في اليوريثرا، اليوريثرا تعمل لها ايه؟ تعمل لها كومبريشن، تعمل لها كومبريشن وناروينج، وتعمل الونجيشن لليوريثرا لما بتضيق ممكن تطول ماشي. فبالتالي نعمل كمان ديفيكالت ايه في الميكتوريشن، فيبقى صعب في اللي هو اثناء الايه الميكتوريشن واليورينيشن. تمام الاثنين يعني. يبقى تاني اليوريثرا ايه لما بيضغط عليها يحصل كومبريشن ويحصل ناروينج تضيق ويحصل الونجيشن ويحصل مشكله اثناء الايه الميكتوريشن. طب اليورينري بلادر دلوقتي ان اليوريثرا اتقفلت حصل لها ايه اوبستراكشن، فبالتالي ان اليورين يتحبس في مين؟ يتحبس في اليورين برادر، فيحصل يورين ريتينشن. الاستيزيو في اليورين ده ممكن يعمل ايه؟ يعمل انفكشن. اليورين لما بيفضل في اليورين برادر لفتره طويله ممكن يعمل ايه؟ يقلب بانفكشن، يبقى سيستايتس. السيستايتس في او الانفكشن يعني في اليورين برادر اسمه ايه؟ اسمه سيستايتس. طيب التراكم ده لفتره اطول ممكن يؤدي الى تكون حصوات، حصوات اللي هي ايه؟ الستون فورميشن. الستون مين؟ الستون فورميشن. ممكن يروح ان هو يحس ان هو عايز يعمل يورينيشن اكتر من مره في على مستوى اليوم يعني، فيبقى ده اسمه ايه؟ فريكونسي. الديسيوريا ليه؟ الديسيوريا اللي هو اثناء الستارتنج واثناء الاستوبك. ليه؟ لان ان اليوريثرا مقفوله، فانت مش قادر تبدا اصلا انك تعمل ايه؟ تعمل يورينيشن. تمام. يبقى احنا دلوقتي خدنا اليورين بلادر. اليورين بلادر ديت لما اليوريثرا بتتقفل اليورين بيتحبس جوه اليورين بلادر، فيحصل حاجه اسمها ايه؟ يورين ريتينشن. اليورين ريتينشن لما بيفضل في اليورين يعني، اليورين لما بيفضل في اليورين بلادر بيعمل ايه؟ يا اما يقلب بانفكشن ماشي سيستايتس، يا اما يكون حصوات اللي هي الستون ايه؟ الستون فورميشن. طب الديسيوريا مشكله ان انا مش قادر اتحكم في البدايه والستوبنج بتاع الايه الاستريم في الايه في اليورين بسبب ان الاوبستراكشن بتاع الايه بتاع اليوريثرا. طيب الكيدني احنا قلنا برضو ان ان اليورين لما بيتراكم في اليورين بلادر ممكن يوصل لليوريتر، والاوبستراكشن بقى ممكن يمتد لفوق فيعمل ايه؟ ثلاث حاجات اللي هم الهيدرو يوريتر والهيدرو نفروزس والايه والبايلو نفرايتس. يعمل ايه؟ يعمل انفكشن في الكيدني فيعمل بايلو مين؟ بايلو نفرايتس، ممكن كمان في الاخر بقى بايه؟ برينال فيلير. تمام. يبقى ده عندنا ايه الثلاث حاجات، ده كله ناتج عن الاوبستراكشن اوف مين؟ اوف اليوريثرا فقط. تمام. طيب جالك قال لك ان بي بقى ان البروستاتيك هايبربليزيا نوت ايه؟ نوت بري كانسرس، لان احنا ما اتكلمناش في ميتابليزيا ولا اتكلمنا في ديسبليزيا، احنا قلنا فقط هو الهايبربليزيا. تمام. يبقى احنا كده خلصنا تقريبا الايه البناين بروستاتيك هايبربليزيا، هنعيد عليها بسرعه ونخش بقى في ايه في اخر حاجه معانا اللي هي الكارسينوما اوف الايه البروستات. فاحنا كنا جينا كده في الاول وقلنا ان السيناريو بروستاتيك هايبربليزيا دي التعريف بتاعها كان ان هو اللارجمنت البروستاتيك جلاند، البروستاتا بتكبر اللي بيكبر فيها الجلاند والاستروما الاثنين بيكبروا. طب انهي ريجون؟ قال لك انها بتبقى في البري يوريثرال ريجون على شكل ايه؟ على شكل نوديولز ماشي. فنعمل ايه؟ نعمل اوبستراكشن، هي بري يوريثرا فبالتالي تضغط على اليوريثرا تعمل لها اوبستراكشن، تظهر السيمتوم بتاعت بقى اليوريثرا وبتاعت البلادر وبتاعت كل حاجه. تمام. بسبب ايه؟ بسبب الاوبستراكشن بتاع الايه بتاع اليوريثرا سواء كان هو بارشل او ايه او كومبليت. تمام. بعد كده اتكلمنا في انسيدنس وقلنا ان الانسيدنس طبعا مع الايدجنج مع زياده الايه العمر في سن الستين سنه بيبقى حوالي 70% من الناس، او مثلا في سن الاربعين او اكتر من اربعين يعني بيبقى 20% من الميلز اللي هو خمس الرجاله حول العالم بيجي لهم تضخم الايه البروستات الحميد. تمام. بعد كده اتكلمنا في بوزس قلنا حاجتين اتنين بيزيدوا وحاجه بتقل بمرور الايه بمرور الزمن ومع تقدم العمر، بيزيد الاستروجين والداي هيدرو تستوستيرون وبينقص الاندروجين. بينقص مين؟ بينقص الاندروجين. ده الثلاث عوامل اللي بيساهموا في تضخم البروستاتا اللي هو البروستاتيك هايبر هايبربليزيا. بعد كده اتكلمنا في جروس ومايكروسكوبك، قلنا ان الجروس ان اللارج جلاند
ماشي، وقلنا بتضغط على الحاجات اللي حواليها، فبالتالي بتظهر كانها كبسول ولكنها مش كبسول، فتبقى فولس كبسول. الاوتر سيرفيس بتاعنا بيبقى ايه؟ بيبقى نودولر، بيبقى ايه؟ نودولر سيرفيس. لو جينا خدنا كات سيكشن، فبتلاقي فاريبل في السايز سبونجي نديول، سبونجي بيبقى ملمسها الكونسيستنس بتاعتها بتبقى سبونجي، بيبقى بلجنج بسبب الايه؟ السكريشن. لو جينا اتكلمنا في مايكروسكوبك، وقلنا ان المايكروسكوبك بيبقى حاجتين اتنين، يا اما ستروما يا اما جلاند. الجلاند بيبقى كبيره ومختلفه في الحجم، بيبقى فيه كربوره ما يليش جوه. اللايننج بتاعنا بيبقى جوه، بيبقى الانر كولامنر، والاوتر بيبقى فلاتند. ما كده اتكلمنا في اسمها ايه؟ اسمها الاستروما. قلنا ان الاستروما بيحصل فيها ايه؟ الليمفوسايت، وبقى فيها نيكروز ومين وسكويماس ميتابليزي. سكويماس مين؟ سكويماس ميتابليزي. اتمنى نكون حفظناها مع بعض يعني، تمام. بعد كده نتكلم في ايه؟ الافكتس. قلنا الافكت بيضغط على اليوريثرا فيعمل لها كومبريشن، تطول وتضيق، ناروينج والونجيشن. قلنا اليورين بلادر الاستيسيس بتاع اليورين ممكن يعمل لنا انفكشن، فيبقى سيستايتس، او يكون ستونز، حصوات، يبقى ايه؟ حصوات المثانه، لا الستون فورميشن، لا المصطلحات اللي بنسمعها كتير دي. الديسيوريا قلنا مشكله في الستارتنج والستوبنج بسبب الابستراكشن بتاع مين؟ بتاع اليوريثرا. الكيدني قلنا لما بيتراكم فيها اليورين بيبقى الهيدرويرتر، ويعمل لك هيدرونيفروزس، وممكن يقلب بانفكشن بيورينيفرايتس، ممكن يقلب في الاخر برينال فيلير. وقلنا ان البوستاتيك هايبربليزيا مش بري كانسرس، مش بري كانسرس، نوت بري كانسرس. ليه؟ لان ما حصلش ديسبليزيا ولا ميتابليزيا ولا اي حاجه، هي مجرد فقط هايبربليزيا بسبب تراكم السكريشنز. بعد كده ولو جينا نتكلم على البروستاتيك انترابيسيليال نيوبليزيا اللي هو البي اي ان، اللي هو البري كانسرس. ليه هو بري كانسرس؟ لان الخلايا بيحصل فيها ديسبليزيا. طب الديسبليزيا دي معناها ان هو كانسر؟ لا، ديسبليزيا معناه ان هو ممكن يبقى كانسر فيما بعد. طب الديسبليزيا دي عباره عن ايه؟ قال لك ان الخلايا بيحصل لها ديسبليزيا، فبالتالي ان الديسبليزيا بتبقى عباره عن ان النيوكليوي بتبقى ايه؟ بتكبر، ماشي، بتكبر وبيتكون لك حاجه جنبها اسمها نيوكليولاي، تمام. فبيقول لك ان الجريد بتاعها يا اما لو جريد يا اما هاي جريد. طب اللي ممكن تقلب بكانسر؟ اه ممكن ما تقلبش، نعم، بس هي غالبا هتقلب بمين؟ هتقلب بكانسر، تمام. يبقى هي ديسبليزيا في الاسنر والدكتر ابيثيليوم، ويتش مي بي ايه؟ لو اور هاي، ايه اور هاي جريد. قال لك بعد كده في ان بي، يعني ان هي الكونديشن دي بتبقى ايه؟ بتبقى بري كانسرس، تمام، عشان تديني الكانسر اللي هو الكارسينوما اوف ذا بروست، تمام. عندنا بقى يا جدعان الكارسينوما اوف ذا بروستيت، ماشي. اول موضوع فيها او اول حاجه يعني الانسيدنس بتاعتها، بيقول لك الموست كومن. طبعا اللي بيشوف كلمه موست كومن وما في الباثولوجي يعني وما يعلمهاش ب 500 خط كده ويذاكرها، يبقى كده بيذاكر باثولوجي غلط يعني. فهو موست كومن فورم اوف كانسر، ماشي، للرجاله اكتر من 60 سنه. يبقى موست كومن فورم اوف كانسر اكتر من 60 سنه هو الكارسينوما في مين؟ اوف البروست، تمام. يبقى هو لازم تعلم على موست كومن يعني، وايه موضوع اسئله وموضوع امتحان ام سي كيو يعني. طيب ايه الاسباب؟ قال لك الاسباب ان الخلايا اتجننت. الخلايا ايه؟ الخلايا اتجننت، زودت اندروجين، زياده افراز الاندروجين من البروستات، زياده افراز الاندروجين هو اللي اثر على البروستات ويعمل فيها ايه؟ يعمل فيها كانسر، تمام. طبعا يعني الناس الكبيره مش بتحتاج اندروجين، لازم الاندروجين نورمال بيبقى قليل، فهو انكريز الاندروجين لان الخلايا اتجننت. جينيتك او فاميليال بريديسبوزيشن، سبب جينيتك طبعا، ده معظم الكانسر اصلا بيبقى لها ايه؟ اسباب جينيتك يعني. البري كانسرس ليجن، البري كانسر اللي هو احنا لسه قايلين البروستاتيك انترابيسيليال نيوبليزيا، اللي ممكن اللي هو بيبقى بري كانسرس وممكن يتطور معانا الى ايه؟ الى كارسينوم اوف ذا بروست. اول ان احنا كان عندنا هايبر بليزيا عاديه، ولكن حصل فيها اتيبي اللي هو الاتيبيكال هايبر ايه؟ اتيبيكال هايبر بليزيا. والاتيبي احد اشكال مين؟ احد اشكال الكانسر. دلوقتي تاني الكارسينوم اوف ذا بروستيت هي اكتر حاجه في الرجاله او اكتر فورم من الكانسر يعني الرجاله اكتر من 60 سنه. اسبابها ايه؟ قلنا الخلايا اتجننت فطلعت اندروجين زياده، قام عمل لي الكارسينوم اوف ذا بروستيت، او كان في سب جينيتك او بري كانسرس ليجن زي البي اي ان هاي جريد او الهايبر بليزيا اللي هو ايه؟ اتيبيكال هايبر بليزيا. اتيبيكال ايه؟ حصل فيها اتيبيا، يبقى اتيبيكال هايبر ايه؟ هايبر بليزيا. ديت كانت اول حاجه، كانت تعريف وايه الكوز بتاعت الكارسينوما اوف ذا بروستات، تمام. جروسلي تعالى بقى ايه علم عليها بقى ايه 500 خط. بريفرال بارت، ماشي، اكتب عليها كده 500 خط كده انها جايه في امتحان ام سي كيو بضمان التعليق العربي، اللي هو البريفرال بارت، ان الكارسينوما اوف ذا بروستات بتيجي في البريفرال بارت من الايه؟ من البروستات يعني. وقلنا ان كانت البناين بروستاتيك هايبربليزيا كانت بتيجي في الايه؟ في الميدل، بتيجي ايه؟ في الميدل واللاترال معاها او لا، تمام، اللي هو بري يوريثرال ريجن. بريفرال بارت خاصه مين؟ البوستيريور لوب، سو انها از بالبيبل على الريكتال ايه؟ على الريكتال اكزامينشن، تمام.
يبقى دلوقتي عرفنا المكان واهم حته في المحاضره كلها. يعني ما هتيجي سؤال البريفرال بارت من البروستات هو اكتر حاجه بتيجي فيها الكارسينوما اوف ذا مين اوف ذا بروستات. نيجي بقى نشوف لك الماس اللي هي فيرم في الكونسستنسي جريش وايت نيكروز وديجنريشن في الكات سيكشن. تمام، لو جينا شفناها لارج سايز ممكن تعمل انفلتريشن الحاجات اللي حواليها بروستاتيك تيشو او سيمنال فيزيكل او رينر بلادر، وريرلي بيبقى ايه الريكت، وريرلي انها تروح لمين للريكت. بدايه نيكروس اللي قال لك ايه انها بتحصل في البريفرال بارت خاصه من البوستيريور لوب، فبالتالي ازلي بالبيبول على الريكتال ايه اكزامينشن. اتابير كفيرم في الكونسستنسي ال ديفايند ماس فيرم في الكونسستنسي جريش وايت نيكروز وديجنريشن في ايه في الكات سيكشن. قال لك ممكن تعمل انفلتريشن الحاجات اللي حواليها البروستاتيك تيشو الباقي سمنال فيزيكال رينر بلادر. تمام، كلام سهل في الايه في الجروس. طب لو جينا نقول المايكروسكوبيك اللي هو الموست اوف بروستاتيك كارسينوم بتبقى ادينو كارسينوم، طبعا هي جلاندات جلاندس بتبقى ايه اكتر حاجه ادينو كارسينوم. تمام. طيب بيقول لك بتقسم على حسب مايكروسكوبيك الى ويل ديفرنشيشن وبورلي ديفرنشيشن. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الويل ديفرنشيت بتبقى لو جريد والسبليت بتاع بيبقى اقل، فبالتالي كبروجنوزس بيبقى الويل ديفرنشيت بيبقى احسن. البولي ديفرنشيتد بتبقى السبريد بتاعها بيبقى اسرع وبيبقى هاي جريد. لو جينا اتكلمنا في ويل ديفرنشيشن قال لك الويل ديفرنشيشن الجلاندات او الاسيناي يعني بتبقى لايند باي سنجل لاير من الكيوبويدا الابيثيليا. سنجل مين؟ سنجل لاير من الكيوبويدا الابيثيليا. طيب احنا طبعا كان عندنا اتنين لاير اللي هو الانر كولامنر والاوتر مين والاوتر فلات. تمام، فهو دلوقتي ان اللاير اللي عندنا دلوقتي بقى سنجل لاير من الكيوبويدا الابيثيليا. طيب النيوكليوي قال لك النيوكليوي بتبقى راوند اوفال، ده كلام عادي موجود في كل الكانسرز وكل حاجه، ولكن المميز عندنا بقى اللي حصل ديسبليزيا في البروميننت مين النيوكليوي بقت ايه بقت بروميننت نيوكليوي. تمام. تالت حاجه ان البيزل لاير ده اللي هو احنا عندنا اتنين لاير دلوقتي بقى لاير واحد والبيزل لاير مبقاش موجود، عندنا لاير واحد من الكوبيدا البسيليوم والبيزل لاير اللي هو ايه كلنا مبقاش موجود. الاسيناي بقت عددها كبير، الجلاندات لما في الكارسينوما بتزيد عددها بيزيد فبتبقى نيومروس والاستروما ما بينهم بتبقى ايه قليله جدا، فيبقى الاسيناي بتبقى ايه نيومروس وليتل ايه استروما. جوه الاسيناي ممكن يكون في بابيلاري بروجكشن. دلوقتي احنا عندنا في الويل ديفرنشيتد قلنا ايه حاجتين اتنين ايه هما، قال لك ان هي اللايننج بتاعها بيبقى سنجل لاير وال من الكوبيدا الابيثيليوم وكمان ايه البيزل لاير اللي مبقاش موجود. تمام، ده اول حاجه. بالنسبه للنيوكليوي قال لك راوند اوفال والنيوكليولاي بتبقى مين برومننت نيوكليولاي، الاسيناي عددها بيزيد فتبقى النيومرس والايه والاستروم ما بينهم بتقل. الميديم سايز اسامي قلنا بيبقى فيها جواها بابيلاري بروجكشن. اما البولي ديفرنشيتد فبتقول لك انها بتبقى عباره عن خلايا لازقه في بعضها وخلاص، هي عباره عن سوليد شيت من البوليومورفيك سيل لازقه في بعضها، مفيش حتى اسنر ديفرنشيشن، مفيش حتى تقدر تشوف ان هو في جلاندات او كده. النيوكليوي بتبقى ايه اسيدوفيليك، فاحنا لو قلنا ان ادينو كارسينوما يبقى اسيدوفيليك الاثنين ايه بيبداوا بحرف الايه والاثنين فيهم حرف الدي، فيبقى اسيدوفيليك ايه مع الادينو كارسينوما. ده كان الميكروسكوب. تمام، بعد كده جه واحد اسمه جليسون عمل جريدنج للبروستاتيك كارسينوما وقسمها الى خمسه باترن. قال لك 1 2 3 4 5 هنبدا نتكلم عنه. فقال لك ايه عم جليسون دوت، قال لك في جريد 1 قال لك ان انا عندي الجلاندات في مكانها ولكن حصل فيها التغيرات الاتيه. حصل فيها ايه؟ قال لك انها كلوز لي باك يونيفورم اسيناي، قال لك انها زي ما هي ماشي في مكانها ولكن حصل فيها الحاجات بتاعت الويل ديفرنشيشن اللي هو ان الابسنت بيزل لاير ولايند باي سنجل لاير وبرومننت نيوكليولاي والراوند اوفل الكلام ده بدا ايه ده جريد 1. تمام، بدات الجلاندات تقرب من بعضها ماشي، اللي هو السمول والميديم سايز اسنوي بدا يقربوا من بعضها والشكل بدا يتغير، يبقى اسمه ديستورتد باترن. ديستورتد مين؟ ديستورتد باترن يبقى ده جريد 2. الجلاندات دي اتلزقت في بعضها وفتحوا على بعض يبقى اسمها فيوزد اسنوي. تمام، بداوا يعملوا انفلتريشن للستروم والحاجات اللي حواليها يبقى ده ايه يبقى ده جريد 4.
بقى لك في جريد 5 بقى قال لك انت مش هتشوف جراندات اصلا، هي سوليد شيت عباره عن تجمع من الكتل من الايه من الخلايا سوليد شيتس اللي هو فوكال تيومر ايه نيكروزس. يبقى تاني اول حاجه كانت جريد 1. جريد 1 ده بقى يقول لك ايه، ان الخلايا او الجراندات في مكانها ولكن حصل فيها الويل ديفرنشيشن او الديفرنشيشن حصل، اللي هو يقول لك ان هو كانسر ولكن كل حاجه لسه زي ما هي. اما جريد 2 قال لك ان الشكل اتغير ديستورتد ايه ديستورتد باتر. تمام. رقم 3 قال لك ان هو فتحوا على بعض يبقى فيوزد اسيناي. تمام. رقم 4 يبقى انفلتريتد، خلي كل واحد كده بايه بكلمه. رقم 5 قال لك ان هو سوليد شيتس، قال لك خلاص الديفرنشيشن ما بقاش موجود، يبقى ده ايه ده اخر حاجه معايا. تمام. تمام. طب قال لك ايه، في كمان جمله كده لازم نقولها، قال لك ان التيومرز بنديها رقم من 2 ل 10 على حسب اكتر ايه اكتر حاجتين موجودين. فقال لك مثلا انت بتاخد كذا عينه، بتاخد كذا بايوبسي من الايه من البروستات، فمثلا انت اكتر مثلا خدت 10، فاخدت 10 بيبسز من الايه من البروستات يعني. فانت ايه لقيت ايه، لقيت اكتر حاجه موجوده كانت جريد 1 ماشي، وجريد ايه وجريد 3 في كل عينه مثلا بيبقى ايه بيظهر لك نتيجه مختلفه. فجريد 1 وجريد 3 فانت تدي له رقم كام؟ رقم 4. طب انت في ال10 حاجات ما لقيتش غير جريد 1 بس ماشي، يبقى انت دلوقتي اكتر حاجه عندك ايه هي جريد 1. طب او اكتر حاجه كمان عندك هتقول لي انها جريد 1 ماشي، فيبقى ايه يبقى الراجل ده ياخد 2، يبقى 1 زائد 1 يساوي كام؟ 1 زائد 1 يساوي 2 وهكذا. انت بتشوف على حسب ايه الموست كومن، واذا سكند موست ايه موست كومن تجمعهم على بعض هيديني ايه هيديني الرقم. فهيبقى اقل رقم اللي هو 1 1 يبقى 2، واكتر رقم مثلا يبقى 5 و5 اللي هو كام؟ اللي هو ايه اللي هو ايه 10. تمام. تمام. ده ايه الجريدنج بتاع بروستاتيك ايه بروستاتيك كارسينوم. بعد كده الاستيجنج بتاع بروستاتيك كانسر وعلى حسب ايه الانتشار بتاعه يعني. تمام. فاحنا هناخد مثلا إيه هم 4 ستيجز. قال لك ان ستيج ايه، قال لك ان ستيج ده بيبقى ايه مايكروسكوبك بس، حتى نوت بالبيبل مايكروسكوب تشوفه تحت الميكروسكوب بتشوفها كده بالصدفه يعني. ده ستيج ايه. ستيج دي اللي هو الميتاستاز تيومر اللي هو طبعا ايه اللي هو البرين واللنج والليفر عن طريق البلاد يعني، ده ميتاستاز تيومر بانتشاره يعني. ده ايه ودي. تمام. تعالى بقى ايه نتكلم في بي وسي. تمام. احنا قلنا ان ايه كانت مايكروسكوبك ماشي نوت بالبيبل. طب بي، قال لك بي لا ماكروسكوبك. لو جيت عملنا بريكتال اكزامينشن هنقدر ايه نقدر نحسها، نقدر نحس ان البروستات كبير، فبالبيبل ماكروسكوبك مين تيومر اون ريكتال اكزامينشن. طيب وصل للكبسول، قال لك لا هو ديسنت يعني ممكن بعد كده يبروجريس ديسنت متاسز، قال لك وصل الكبسول لا السي جي سي هو اللي وصل للكبسول اكسترا كبسول ولكن لسه ايه لسه في البروستات. طب ستيج دي ده كان وصل بقى للحاجات الايه اللي حواليه اللي هو اليورينري بلادر والسيمينال فيزيكال وكده. تمام. يبقى احنا دلوقتي ستيج اي كان مايكروسكوبيك ماشي نوت بالبيبل، ستيج بي لا ده هو بالبيبل ولكن ما وصلش للكبسول، وصل الكبسول يبقى سي، ستيج دي يبقى ميتاستاتيك تيومر الحاجات اللي حواليه والبلاد والبرين والكلام ده كله. هنعرف بقى السبريد عن طريق ايه. بص يا سيدي السبريد بقى، السبريد يا اما لوكال سبريد اللي هو الحاجات اللي حواليه سيمينال فيزيكال يورينري بلادر يوريثرا كلام سريع، الليمفاتيك سبريد اللي هو الليمف نود اللي حواليه اللي هم مين البلفيك واللمبر ليمف نود، البلاد يبقى لللنج والليفر والبو، اكتر حاجه طبعا بتنشل لك كانسر عن طريق البلاد هو مين هو اللنج والليفر. تمام. لنج وليفر وبون اللي هو ايه بيقول لك كمان علم عليها بقى ديت اللي هو اوستيوبلاستيك بون. تمام. اللي هو الناس اللي عندهم بروستاتيك كانسر بيجي بعدها بايه بوجع في العظم. ليه؟ لان هو بيبقى بيأثر على البون بيبقى اوستيوبلاستيك بون. تمام. اللي هو بيبني عظم في الناس الكبيره. تمام. هو اصلا مش يعني عظمه المفروض بيبقى نورمالي ان هو بيبقى ايه ضعيف. تمام. فلما يبقى اوستو بلاستيك بون فيبقى ده ايه حاجه ابنورمال، فهيجوا يشتكوا من ايه من وجع في العظام. طبعا ديت هتبقى ايه يعني علم عليها كده ام سي كيو ان جت تبقى هيجي. تمام. تمام. عندنا الكلينيكال بيكتشر الراجل بتاع بروسيد الكارسينوما ده يجي لك بايه؟ قال لك ايه الستيج. احنا طبعا احنا قلنا لما المكان بتاعها او الزوم بتاعها انها في البوستيريور، في البوستيريو، فبالتالي لما بتيجي تكبر ما بتكبرش ما بتضغطش على اليوريثرا، لما بتيجي تكبر ما بتضغطش على ايه على اليوريثرا، فبالتالي هي لو كانت مثلا بتيجي في النص وبتضغط على اليوريثرا الراجل ده هيحس باعراض في اليورينري تراكت فبالتالي هيجي لك. قال لك لا، قال لك ان الار سي جي بتاعها بيبقى اسيمتوماتيك ما بتظهرش الا مثلا في خلال كام سنه يعني، الراجل ممكن يقعد سنين وهو عنده بروستات الكارسينوما وما يجيلكش. ليه؟ لان هو ما ظهرش عليه اعراض. تمام.
فهو الايرلي ستيج بتاعتها بتبقى ايه؟ بتبقى اسيمتوماتيك، بتكتشفها كده بالصدفه اثناء الريكتال اكزامينشن، تمام؟ ادفانسد ستيج بيقول لك بقى الراجل ده بيجي لك بساين وسيمتوم بتاعت مين؟ اليورين اوبستراكشن، لما الراجل بقى يفتكر ان هو عنده كانسر واليوريثرا تتقفل فيحصل له يورين اوبستراكشن، فيجي لك بقى بالديسيوريا والحاجات دي كلها، تمام؟ اعراض اليورين اتاكت ايه؟ اوبستراكشن يعني. طب الدايجنوزز، لو جينا شفنا الدايجنوزز قال لك بيبقى في ماركر مهم كده في البروستاتيك كانسر اللي هو الاسيد فوسفاتيز انزايم. الاسيد فوسفاتيز انزايم والبي اس اي اللي هو البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين، دول اهم اتنين ماركر في البروستاتيك ايه؟ في البروستاتيك كانسر. ممكن بقى تعمل سي تي عشان وصفت تيشو، ممكن تاخد بايوبسي، ممكن تعمل ريكتال ايه؟ ريكتال اكزامينيشن، تمام؟ بعد كده بقى هناخد الاسئله، ولكن قبل ما ناخد الاسئله هنراجع على ايه؟ على الكانسر سريعا كده. فاحنا كنا بدأنا وقلنا ان الكارسينوم اوف ذا بروستات هو اكتر فورم من الكانسر اللي موجود في الرجال، اكتر من كام؟ اكتر من 60 سنة، تمام؟ قلنا الكوز كان من اسبابها زيادة الاندروجين واسباب جينيتيك واسباب كان في بري كانسرس ليجن زي البي اي ان اللي هو الهاي جريد بروستاتيك انترا بيسيل نيوبليزيا والديسبليزيا اللي حصلت في الاسيناي والكولامنر سيلز، الاتيبيكال ادينوميس هايبر بليزيا، قلنا ان هايبر بليزيا ولكن معاها اتيبيا، الاتيبيا دي طبعا شكل من اشكال الايه؟ الكانسر. وقال لك ان الاندروجين في البي بي اتش بيبقى قليل، بيبقى قليل خالص، وبيبقى الاندروجين في الكارسينوما بيبقى عالي جدا يعني، تمام؟ بعد كده قلنا الجروس بيقول لك ان البريفرال بارت ان الكارسينوما بتيجي في البريفرال بارت بوستيريور لوب، وقلنا طبعا هتيجي في الامتحان سؤال البريفرال بارت من الاسئله المشهوره جدا في بتاع البروستات يعني، مشهور عالميا يعني. المهم فقال لك ان هو فيرمي في الكونسستنسي، لو جينا خدنا كات سيكشن هنلاقي نكروز وديجنريشن، وهنلاقي ايه؟ جريش، لونه بيبقى ايه؟ جري شويه. الادفانس تيومر قال لك ان الادفانس تيومر بعد كده يعني بينتشر، يعمل انفلتريشن الحاجات اللي حواليه، الريست بتاع باقي البروستاتيك تيشو والسيمينال فيزيكال والرينر بلادر، وكمان الايه؟ الريرلي، ولكن الريرلي بيبقى ايه؟ يعني قلما ان هو ايه؟ يروح للايه؟ للريكتوم، تمام؟ تمام. بعد كده قال لك حتى برضو الصوره تاكد لك ان هو ايه؟ في البريفرال بارت من البوستيريور ايه؟ البوستيريور لوب، تمام؟ حكايه اتكلمنا في مايكروسكوبيك، وقلنا مايكروسكوبيك بيبقى غالبا بيبقى ادينو كارسينوم عشان هو جلندات، وقلنا يا اما بول ديفرنشيتد يا اما بول ديفرنشيتد، وقلنا بول ديفرنشيتد يبقى عباره عن كتل من الخلايا حتى ما تقدرش تشوف جلندات واسيناي. قال لك ان هو عباره عن بوليمورفيك سيل ملزقه في بعضها، قال لك ان هي اسيدوفيليك زي الادينو كارسينوم اي وايه ماشي، اما الويل ديفرنشيشن بيبقى عباره عن سنجل لاير، وقال لك ان اللاير الثاني اللي هو البيز بيبقى ابسنت، وقال لك ان النيوكليولاي بتبقى بروميننت، تمام؟ والاسيناي بتبقى كتير والاستروما بيبقى قليله، ميديم سايز اسيناي شو بابيلاري ايه؟ بابيلاري اور كريبري فورم باترن. بعد كده اتكلمنا في جريدنج، وقال لك جليسون جه وقال لك ايه؟ ان انا قسمتهم الى خمسه، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، فقال لك واحد قال لك هم زي ما هم ولكن يعني في مكانهم، ولكن حصل لهم اللي هو الحاجات انها تقول انها ان هم كانسر بس، اما جريد 2 قال لك ان هم قربوا من بعض ماشي، ولكن ما لزقوش، ما حصلهمش فيوجن، هم ديستورتد باترن فقط، تمام؟ فقال لك لما حصلهم فيوجن سميتهم جريد 3، وقال لك لما عملوا انفلتريشن فسميتهم جريد 4، ولما عملوا ما بقتش قادر اشوف جراندات فبقى اسمه سوليد شيتس فبقى ده جريد 5، وقلت لك هشوف اكتر اتنين موجودين واجمعهم على بعض واخليهم ايه؟ من 10، يبقى الجريد بتاعي من 2 الى ايه؟ الى 10، وسميته جليسون مين؟ جليسون سكور، اكتر اتنين موجودين واجمعهم على بعض. بعد كده الاستيجنج على حسب الايه؟ على حسب السبريد، فقال لك ان قسمتهم لاربعه، ده مش جليسون بقى، ده واحد مالناش دعوه، هو جليسون عمل الايه؟ الجريدنج بس، اما الاستيجنج قال لك اول واحد كان مايكروسكوبك فقط، تمام؟ لو جينا عملنا بالريكتر اكزامينشن مش هنشوفه، اما ستيج بي لا، ده كان ايه؟ كان مايكروسكوبك، لو عملنا اكزامينشن هنشوفه، ولكن هو ما وصلش للكبسول، فهو نوت لو هو وصل الكبسول يبقى ستيج سي اكسترا كبسولار اكستنشن، ولكنه ما زال ايه؟ في البروستاتا فقط لوكالايز، اما ستيج دي للحاجات اللي حواليه بقى والحاجات البلاد والكلام ده كله، يبقى ده اسمه ميتاستاتيك ايه؟ ميتاستاتيك تيومر. اما السبريد لما جه يتنقل قال لك الحاجات اللي حواليه لوكال سبريد اللي هو السمنة الفيزيكال واليورين بلادر واليوريثرا، لينفاتيك سبريد عن طريق بلفك واللمبر لينفنود، او بلاد سبريد، بلاد عن طريق الدم راح لللنج وراح للليفر وراح لايه؟ للبون. وقال لك ان في سؤال برضه في الام سي كيو على الاوستيوبلاستيك بون ماشي، قال لك ان مريض البروستاتا كانسر بيشتكي من البون ليه؟ لان هي اوستيوبلاستيك ايه؟ لانها لها اعراض اوستيوبلاستيك ايه؟ بون، فبالتالي بيجي لك باعراض وجع في العظام والكلام ده.
الكلينيكال بيكتشر الراجل ده يجي لك بايه؟ قال لك ايه الاستيج بتبقى اسيمتوماتيك، لان هو لما بيكبر ما بيكبرش ما بيضغطش على اليوريثرا، فبالتالي الراجل ده ممكن يقعد كام سنه على ما يجي لك بيورينري اوبستراكشن في الادفانسد ستيج. تمام، ده الكلينيكال بيكتشر. اما الدياجنوزس، الدياجنوز نشخصه ازاي؟ قال لك باثنين ماركر مهمين. قال لك ايه هم؟ الاسيد فوسفاتيز والبروستاتيك سبيسيفيك انتيجين اللي هو البي اس اي. الاسيد فوسفاتيز اكتر اثنين، البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين والاسيد فوسفاتيز. ممكن تعمل سي تي، ممكن تاخد بايوبسي لانه كانسر، ممكن تعمل ايه؟ بالريكتال اكزاميشن. ماشي، بعد كده نبدا نتكلم في مين بقى في الاسئله. ان شاء الله هنجمع المحاضره كلها في الاسئله دي. هنبدا بقى باول سؤال معانا، وهو الموست كومن اورجانيزم بتاع اليورين تراكت انفكشن، وديت انا نوهت عليها في اول بتاع، وقلنا ان اهم اتنين هما الايكولاي والجونوكوكاي. الايكولاي والجونوكوكاي اللي بيعملوا يورين تراكت انفكشن، وبالتالي بياخد منهم مين؟ البروستاتيك انفكشن والبروستاتيك انفلاميشن اللي هو الاكيوت بروستاتيس بتاعنا. وكمان قلنا ان الاكيوت بروستاتايتس كان بياخد من الحاجات اللي حواليه، سواء كان ليمفاتيك، سواء كان بلد من ديستنت فوكس، سواء كان من يوريثرا او من السيمينال فيزيكل اللي حواليه. يو كان ديفرنشيت الكورنيك بروستاتايتس مايكروسكوبيكالي بثلاث خلايا، واحنا قلنا الترياد بتاعنا اللي هو الليمفوسايت والبلازما سيل وال وان نيوتروفيل. تمام، يبقى دلوقتي عندنا الثلاث ايه؟ الثلاث حاجات دول مميزين، وقلنا ان ما ينفعش نعتمد على الليمفوسايت بس، لان هم اصلا اللي فيه الليمفوسايت او الليمفويد اجريجيت بتبقى موجوده نورمالي في البروستاتا. تمام، وكنا قلنا كمان ان الكرونيك ما بيبقاش ايه؟ ما بيبقاش سيمتوماتيك، بيبقى اسيمتوماتيك، وبيبقى ايه؟ ما بيبقاش في اعراض، بيبقى في بين اللي هو اللو باك بين، ويبقى في ديسيوريا. ماشي، ولكن الفرق بس ان هو بيبقى اسيمتوماتيك وبقى في معاه الهيستوري بتاع الاكيوت اتاك بتاعت الايه؟ بتاعت اليورين تراكت انفكشن. لو جينا اتكلمنا بعد كده في السايت اوف بناين بروستاتيك هايبرپلازيا، في اللاترال لوب ولا الانتيريور لوب ولا البوستيريور لوب ولا الميدل لوب؟ قلنا ان البناين بروستاتيك هايبرپلازيا بتيجي في اللوب اللي هو الميدل لوب اللي هو بتاع البري يوريثرال ريجون. بري يوريثرال مين؟ بري يوريثرال ريجون. بلاك ترو اور فولس البناين بروستاتيك هايبرپلازيا بري كانساس؟ قلنا لا، قلنا طبعا الاجابه هتبقى فولس، ان البرنامج بروستاتيك هايبربليزيا حصل فيها هايبربليزيا، ما حصلش فيها لا ديسبليزيا ولا ميتابليزيا ولا اي حاجه. تمام، فبالتالي ان البرنامج بروستاتيك هايبربليزيا بري كانسرس لا. تمام، طيب بعد كده قال لك ديت الاجابه هتبقى ميدل لوب، وطبعا الاجابه هنا هتبقى غلط. بقول لك all of the following are true about carcinoma of the prostate. قال لك انها most common form of cancer في المين اكتر من 60 سنه، ده كلام صحيح. اندروجين increased، الاندروجين بيزيد في الكارسينوما اوف ذا بروستيت ولكن هو بيقل في الايه؟ في البرنامج بروستاتيك هايبربليزيا. بروستاتيك كارسينوم قلنا اكتر حاجه هي الايه؟ الادينو كارسينوم. الايرلي ستيج بيبقى اسيمتوماتيك، لان هو لما بيكبر بيكبر في البريفرال بارت، ما بيضغطش على اليوريثرا، فبالتالي الراجل ده ممكن يقعد سنين على ما يجي لك، فيبقى الاجابات كلها صحيحه. يبقى الايرلي ستيج كانت فعلا اسيمتوماتيك، فيبقى اول ايه؟ اول اوف ذا ابوف. تمام، وبقى كده يبقى انتهت محاضرتنا بفضل الله والحمد لله. يعني اتمنى اكون خففت عليكم، وان شاء الله المحاضره تكون اتحفظت واتفهمت باذن الله. يعني بس بيبقى في فيدباك بقى تحت في الـ في الـ في الديسكريبشن، لو حد عاوز يقول حاجه، لو حد يسال على حاجه برضه في الكومنتات بس. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.